الجرانولا او حبوب الافطار سهل جدا ان احنا نعملها في البيت بخطوات بسيطه ابسط من البساطه نفسها. بتحتاجي مكسرات، انا غالبا باخد كوبايه من اللوز، كوبايه من السوداني او البندق، نص كوبايه من عين الجمل، نص كوبايه من الشوفان. بخلط الحاجات دي كويس قوي في بوله مع بعض، وبضيف لها بياض بيضه، بضيف لها ربع كوبايه من العسل. بعد كده بخلط كل المكونات دي كويس قوي، واتاكد ان كل حبايه اتغلفت بالخليط ده. بحطها في صينيه فرن على ورق زبده عشان ما يلزقش الموضوع في الصينيه في الفرن. ربع كوبايه من السكر البني ومعلقه كبيره من الزبده، وبطعم الحاجات دي كلها برشه من الملح. بدخلها الفرن على درجة حرارة 150 واسيبها لمدة 20 دقيقة لحد ما السكر يتكرمل والمكسرات تتحمص. اخرجها واسيبها تبرد تماما، وبخطوات سهلة بحاول ان انا افصلها كده بايديا من بعض لانها بتكون لزقت شوية في بعض. بحتفظ بيها في برطمان متغطي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، جربوها بس في حاجة ضروري.